لا تنكرون أني فجعتكم والفجعة فيكم قليلة. ليت معي فرد وثور فيكم كلكم، ولا رشاش ومحطكم فيه لين تعضون الأرض، ولا أرب يجيه أمسح بكم البلاط فيه. وسلامتكم وصح لساني. وأحب أقول للمتابعة تهاني 2000 شكرا على الكلام الحلو اللي أنت قلتيه، بس ترانا في 2009 أنت وجهت، وهذه النقطة تحديدا قهرتني في النكنيم حقت. عموما أنصح كل أبو المشاهدين بالهرب من أهليهم، خصوصا أنك بعد الهرب تكتشف أشياء جديدة أهمها التخلص من قرق الحريم. تذكرين يما يما تبي تخطبين لي أنت ومها؟ يما صديقتي هواد من التهبل التهبل مرة حلوة، تطيح تطير من السماء، مو تصلح لأخوي دي؟ اي والله بسم الله ما شاء الله عليها، جمال واخلاق وطولي العين تحرسها الهي. يما ترى البنت طبيعيه، لا في مكياج ولا في عمليات، مو مثل بنات هاليومين كلها نفخ وترقيع وخرابيط فاضيه. اي بسم الله ما شاء الله عليها، حتى وقت اللي بتحكي يعني كانه جره وعم تنقط عسل. بسم الله ما شاء الله عليها. اي صح يما هي حلوه بس مو كانها مغروره شوي؟ اي والله والله هيك حاسه كمان انا، تضرب هي وعرف هديك اللي حاطته براسها بسميته غره، يبعت لها حمى الهي الحمى تسلقها وتسلق طولها يا رب. عارفه ليش؟ هي من يوم ما رجعت من لندن وهي محلوه، شكلها حاطه من اللي يسمونها السيليكون وما ادري ايش، خربت فاضيه مالت عليها. اي واضحه ما بدها اثنين يحكوا عليها، اصلا هي بكل الاحوال ما بتمشي مع حالها معك يا ديب، لانه كمان بنت صغيره ولسه بكير عليها ازواج. ام الحاله قرق وفقعت راس، قلنا معليش ما تخلوني أسولف مع أخوياي برضو نمشيها، لكن سالفة الأخلاق اللي نسوينها علي ليه؟ ليه؟ لك لا أنت شفت شو كانت لابسة، يبعت لحمة إلهي الكمام زلط والظهر شلط والصدر مل. لك إيه شفت كيف كانت عم تقطع وجهي، بعت لحمة إلهي كان قاعد بكازينو ولا ببار. إيه أختي خلص خلص انفوزي نحكي عليها بالمكالمة الجاي، يلا بعدين باي. شبك فاتح تمك وراخي سقف حلقك عشان اركز. يمه من هي اللي تو تكلمينها؟ بالله شو وانت شو دخلك بالحكي هذا؟ شو رايك صور لك اياها بالموبايل وبعث لك اياها بلوتوث؟ لا ما بيها بلوتوث، ارسليها وصايف عشان بروح الحين. وكلها كوم، واذا دريتوا اني ماخذ السياره هاك اليوم كوم ثاني. مشوار صغير حبيبي ما نطولين، نروح نخلصه ونرجع. سم اخوي تكفى خلنا المر عند الخياط، ابغى اطلع فستاني بس 5 دقائق ما رح نتاخر. سم يا الله يعطيك العافية يا ديب، الله يخلي لي اياك حبيبي، بس مر على السوبر ماركت بس بدي شوية فازلين عشان رجلي، والله ما عم اقدر امشي عليهم. سمي خلاص يما خلنا نروح البيت، بس قبل لا نروح مر على المحل هذا اللي بطريق ابغى منه شغلة. سمي خلاص هيك كفاها الله يا ابني يا ديب، بس خلينا نمر شوي هيك على الخباز قبل لا نروح البيت عشان شوي ناخذ منه شوية حلويات وخبز عشان البيت. خلاص خلاص مليت منكم جعلكم تنقلبون. تلوموني تلوموني اذا انحشت؟ بالله ذي عائلة احد يقدر يتحملها؟ هذه شنطة عدة من كبة. على فكرة اي واحد بيتبرع باغتيال اهلي سوف يدخل في سحب على ونيت لنك فكت رجله. ام الحال